ولذلك نص أبو العباس رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق على حرمة سؤال الناس يعني الأموال إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسلم يجوز أن يسأل في الأحوال التالية: الحال الأولى إذا كان يسأل سلطانا يعني حاكما فلا بأس، قالوا لأن في الغالب أن السلطان لا يمن ولا يعير بهذا العطاء، وبعض العلماء يقولون بأنه إذا سأل السلطان فإنما يسأل من بيت المال. الثاني إذا كان ثم ضرورة، والضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إن لم يتناول المنهي عنه هلك. والثالث الحاجة، وأحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الخاصة أحيانا تنزل منزلة الضرورة العامة. والحالة الثالثة، الحالة الرابعة إذا وقع في غرامة مالية، اجتاحت ماله مثلا وشهد له ثلاثة من أهل الحجة والعقل والأمنة، فيجوز له أن يسأل فيعطى، يجوز أن يسأل فيعطى. وأما ما سوى ذلك من التكثر مثلا فإن هذا مما لا يجوز، فمن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر.